السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات الكريسماس او تحديات 14 يوم من الكريسماس. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى انكم تشوفوا المقطع ومشوا شاركين من القناة، اتمنى انكم تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، واتمنى انكم تدعموا المقطع بلايك. طبعا قبل نبلش الشرح شباب، تعرف كل سنة تنزل تحديات 14 يوم، بعدين نزلت تحديات 14 يوم من الصيف، هذه السنة راح تنزل تحديات اللي اسمها راح يكون وينتر فيست او 14 يوم من الكريسماس. وكالعادة دائما تحديات 14 يوم تكون 14 تحدي او 15، وكل يوم يفتح تحدي، تنزل التحديات كاملة بس تكون كلها مقفلة، ويفتح تحدي كل 24 ساعة او كل يوم يفتح تحدي زي ما تعودنا. طبعا التحديات كاملة مسربة، والهدايا الجوائز اللي راح تحصل عليها لما تخلص كل تحدي كمان مسربة. بالنسبة للهدايا والجوائز اللي راح تحصل عليها راح استعرضها عليكم بنهاية المقطع بعد ما اشرح التحديات، وهذا المقطع راح اوريكم اياه. هذا تسرب من اللعبة عن الوينتر فيست، راح يصير في زي نظام جديد انك تدخل داخل كابينة داخل مقطورة وتختار جائزة معينة او هدية معينة. في مسربين يقولوا انه مثلا هذه الهدية اللي تاخذها انه زي بيطلع لك كل يوم شغلة عشوائية، انه مرة واحدة باليوم تقدر تفوت على هذا المكان مثلا تاخذ شغلة واحدة، وفي ناس يقول لها انه مش كل يوم بس انها مرة واحدة بتفوت عليها وبيطلع لك شغلة عشوائية، بس ما نقدر نعرف شو راح يطلع لك. فهسه بستعرض عليكم المقطع بعديها بشرح التحديات على طول. وزي ما شفتوا قدامكم هذا المكان، ما بعرف اذا راح يصير باللوبي ولا يكون داخل الجيم، ما نقدر نعرف. خلينا نبلش بشرح التحديات كاملة. اول تحدي مطلوب منك انك تبحث عن الستوكنج هوليداي اللي بيكون موجود بالكابين او اللي هو المقطورة. طبعا الستوكنج هو زي الجوارب او الجورب حسب لهجتكم. بيكون موجود بالكابين اللي تشوفوها قدامكم. هذو مكانها بالخريطة شباب. بتيجوا لهذا البيت، بتدخلوا داخله بكون زي في مدفأة، بيكون على طرفها يا على اليمين او ممكن يطلع لك على اليسار، بيطلع لك زي جورب او جوارب، بتكبس عليها اي وبتاخذها، او بتكبس عليها مربع وبتاخذها وبتخلص التحدي الاول. ننتقل للتحدي الثاني، مطلوب منك انك تشعل النار بس مش بالطريقة العادية، بدك تعملها ستوك. اوريكم كيف. بتروح على اي نار موجودة بالجيم، الصورة تشوفها قدامكم، هذه اماكن النار الموجودة باللعبة حاليا بالخريطة، بتروح على اي واحدة فيهم. طبعا اول شيء بتكسر خشب، لانه بستعمل السوك باخذوا منك 30 خشب. بتروح تشعل النار بالطريقه العاديه، بعدين بتكبس مره ثانيه اشعال باخذوا منك 30 خشب. انت هيك بتهيجها، يعني انت هيك بتخلي النار تزيد فيها، فهيك بتكون خلصت التحدي الثاني. التحدي الثالث مطلوب منك قتل 5 اشخاص with an unvaulted weapon. unvaulted weapon معناها لما يحذفوا سلاح، مثلا حذفوا درام جان بيكون اسمه فولتد، لما يرجعوا على اللعبه بيصير اسمه انفولتد، يعني غير محذوف. قائمه الاسلحه اللي تشوفوها قدامكم، هذه الاسلحه حاليا محذوفه، فعلى كلام المسربين انه بوقت الحدث عفوا او وقت التحديات لما تنزل، ولما ينزل هذا التحدي راح الشركه ترجع سلاح للعبه من الاسلحه الموجوده قدامكم. طبعا هذه الاسلحه كلها محذوفه، فراح الشركه فورتنايت ترجع سلاح واحد راح يصير اسمه انفولتد، مش انه اسمه انفولتد. مثلا لو رجعوا درام جن بضل اسمه درام جن، بس الناس بيحكوا عنه انفولتد يعني غير محذوف، خلص فك الحذف عنه، بطل ممسوح يعني. فهذا السلاح اللي بيرجع بوقت التحدي او بوقت التحديات هو اللي لازم تستخدمه حتى تخلص التحدي الثالث وتذبح فيه 5 اشخاص. اتمنى تكونوا فهمتوا فكرة التحدي، لانه التحدي سهل وبسيط، انه في سلاح راح يرجع من الاسلحة اللي تشوفوها قدامكم، شو ما كان السلاح اللي رجع هو اللي لازم تخلص فيه التحدي الثالث تذبح فيه 5 اشخاص. وننتقل للتحدي الرابع من التحديات، مطلوب منك انك تختبئ داخل السنيك سنومان اللي هو داخل رجل الثلج مرتين باقيام مختلفة. طبعا بتروح على اي مكان فيها رجل ثلج، هذا المكان اللي تشوفه قدامكم تنزلوا عليه مثلا، بتختبئ فيه باول جيم، مطلوب منك باكثر من جيم، خلص بعديها بتكمل جيمك، تطلع بتموت بتسوي اللي بدك اياه، تدخل كمان جيم ثاني وبتعمل نفس الحركه، بتقدر تسويها على نفس رجل الثلج او رجل ثلج ثاني عادي، المهم تعملها مرتين، تختبئ داخل رجلين ثلج باجيام مختلفه. اول جيم تدخل بواحد، والجيم اللي بعده تختبئ كمان داخل واحد، وبتخلص التحدي الرابع من تحديات الكريسماس.
وننتقل للتحدي الخامس. مطلوب منك انك تدفئ نفسك بواسطة الفاير بليس اللي هي المدفأة الموجودة كمان بالكبن او الكابينة اللي هي المقطورة. نفس البيت اللي بحثنا عنه عن جورب او جوارب فيه عندي مدفأة بتكون هذه المدفأة اللي لازم تروح عليها لما ينزل التحدي وتدفي نفسك فيها، وعلى طول راح تخلص التحدي لما تروح لهذا المكان. وننتقل للتحدي السادس. مطلوب منك الرقص عن شجرة الهوليداي باماكن مسمية مختلفة، يعني اماكن بيكون عليها اسم زي بريزنت بارك مكتوب على الخريطة اسم، زي ريتار رو مثلا على الخريطة اسم. مثلا شوفوا قدامكم ريتار رو، هذه شجرة الميلاد. ليش اقول شجرة الميلاد؟ هذه شجرة الهوليداي المطلوبة منك، فبتروح عندها وبترقص عندها، وتروح على اي مدينة ثانية عليها اسم وبتلقى كمان شجرة وبترقص عندها. بدك تروح على خمس مدن عليها اسم وتبحث عن الشجرة الموجودة بكل مدينة من الخمس مدن وترقص عند كل واحدة فيهم، وبتخلص التحدي السادس من تحديات الكريسماس. وننتقل للشباب للتحدي السابع. التحدي السابع مطلوب منك انك تبحث عن صندوق واحد خلال 60 ثانية من هبوطك من الباص. الباص يا شباب لما تنزل منه باي جيم سولو دو سكواد مثلا، اول ما تنزل منه تلمس الارض، اول ما تلمس الارض يعني انت هيك هبطت، اول ما تهبط معك 60 ثانية تكون فاتح فيها صندوق. اذا ما فتح الصندوق خلال 60 ثانية ما راح تقدر تسوي التحدي بهذا الجيم، بتحتاج انك تطلع من الجيم وتفوت جيم جديد. لازم اول ما تهبط من الباص على الارض تلمس الارض معك 60 ثانية تكون فاتح فيها صندوق وبتخلص التحدي السابع. وننتقل للتحدي الثامن، جدا سهل وبسيط. مطلوب منك انك تستخدم الهدايا. طبعا هدايا تكررت معانا الموسم الماضي، عفوا السنة الماضية ايام الكريسماس الماضي. مثل ما تشوفوا قدامكم الهدايا بتكون معك من الاسلحة، اتوقع رجعوها للعبة لما تنزل التحديات، بس كل عليك تستخدمها، يعني تاخذها من الصناديق وترميها وترمي ثنتين وبتخلص التحدي، ترمي هديتين على الارض هيك انت استخدمتهم وبتخلص التحدي الثامن. التحدي التاسع مطلوب منك انك تفتح اللوت المتجمد. اللوت متجمد بيكون عبارة عن مكعب ثلج بتكسره، داخل المكعب بيطلع لك لوت، فبدك انك تكسر مكعب ثلج على الاقل واحد وتكسره كامل بيطلع لك منه سلاح، وهيك انت بتخلص التحدي التاسع. مثل ما شفتوا قدامكم بضلك تكسر فيها حتى تتكسر، موجود باكثر من مكان بس اتوقع بتكون موجودة عند الاماكن اللي فيها ثلج مش عند الاماكن ما فيها ثلج. اوكي بتكسرها بيطلع لك منها سلاح وبتخلص التحدي التاسع. التحدي العاشر مطلوب منك انك تدمج خصومك باستخدام قطعة من الفحم. طبعا شباب ما بعرف اماكن تواجدها وين بتكون، بس مثل ما تشوفوا بالمقطع التوضيحي تيجوا لهذا المكان. زي ما شفتوا قدامكم هذه شكل قطعة الفحم، بتستخدمها بترميها على اي شخص من خصومك حتى انك تدمجه فيه. بتدمجه اي دمج، مش مطلوب منك كم تدمجه، بس انك ترميه عليه وتنزل من دمه عادي. شو ما نزلت من دمه خلاص هيك انت خلصت التحدي. بس اماكن تواجدها للاسف ما بعرف، لما ينزل التحدي للعبه بنفس اليوم راح انزل شرح كامل عن هذا التحدي. التحدي ال11 او التحدي الحادي عشر تحدي مشفر او مو معروف او مو مسرب، مو مبين شو راح يكون التحدي. مثل ما تشوفوا قدامكم مكتوب ست 02 اتش 1، يعني مش معروف لساته، مش واضح التحدي. طبعا لما ينزل التحدي برضه بنفس اليوم اللي بنزل فيه راح انزل شرح عن التحدي وكيف تخلصوه. التحدي الثاني عشر او التحدي ال12 مطلوب منك انك تبحث عن صندوقين جليد او صندوقين جليديات، هم نفسهم اللي كسرناهم وطلنا منهم سلاح، موجودات بالاماكن الثلجيه. مثل ما تشوفوا قدامكم بتروح على اي واحد فيه، هيك انت فتحت واحد كانك لما ينكسر، وبتروح على واحد ثاني بتكسره كمان وبتخلص التحدي الثاني عشر وبكل سهوله. التحدي الثالث عشر او التحدي ال13 مطلوب منك انك تشعل الالعاب الناريه المتجمده الموجوده بثلاث اماكن، الموجوده على شاطئ سويت ساند اللي تشوفوها قدامكم بالخريطة، او الموجوده بكريجي كيلف عند الشاطئ او بجانبها بتكون، او الموجوده بديرتي داكس. حاليا مش موجودات باللعبه، بس هذول الثلاث اماكن. بس انزل التحدي لازم تروح على واحد من الثلاث اماكن، بس واحد بتدور على مكان الالعاب الناريه بتكون واحده بس بتشعلها وبتخلص التحدي. مش مطلوب منك تروح على الثلاث اماكن، مطلوب منك تشعل العاب ناريه واحده متجمده موجوده بثلاث اماكن، فبتروح على اي مكان منهم الثلاث بس واحد وبتسوي التحدي بتشعلها وبتخلص التحدي، ما في داعي تروح على الثلاث اماكن. طبعا مثل ما قلت لكم لما ينزل التحدي راح انزل شرح عنه واوريكم اماكن العاب الناريه وكيف تخلصوا التحدي بكل سهوله. والتحدي ال14 والاخير مطلوب منك تبحث عن صندوقين رصاص بثلاث اماكن، لازم تروح على واحد من الثلاث اماكن اللي هو الورك شوب اللي هي ورشه العمل، او الشيفر ان، اتوقع الشيفر ان اللي هي زي اللي هو زي النزل او مكان بيكون هيك تحت الارض او هابط ما بعرف. المهم والمكان الثالث اللي هو ايس ثرونز اللي هو عرش الجليد او العرش المتجمد. فانت مفروض منك تروح على واحد من الثلاث اماكن، فروح على المكان اللي بتشوفه قدامكم بالمقطع التوضيحي
بيكون فيه صناديق رصاص، بس افتح فيه صندوقين رصاص بنفس اللحظة وبتخلص التحدي الرابع عشر من تحديات الكريسماس. وهيك شباب بكون شرحت لكم جميع تحديات الكريسماس، وطبعا لما ينزل اول تحدي برضه راح انزل مقطع كامل عن اول تحدي وثاني تحدي، كل يعني كل ما يفتح تحدي راح انزل شرح عنه عادي زي كاني ما شرحت التحديات، حتى انكم تستفيدوا واوريكم الاماكن المطلوب منكم بالتفصيل. يعني راح انزل لكم 14 مقطع لانه كل يوم يفتح تحدي. وبس شباب بكون وصلنا لنهايه مقطعنا، فبنهايه مقطعنا سؤال اليوم انكم اللي هو حاليا بالوضع الحالي بلعبه فورتنايت كم ساعه بتلعب فورتنايت باليوم؟ فاكتبوا لي بالتعليقات لاني راح اشوف كل التعليقات. بس شباب اتمنى ما اكون شخص فيكم استفاد من المقطع واستفاد من التحديات، انه ينشر المقطع بكل مكان حتى الكل يستفيد. واتمنى اذا كنت تشوف المقطع ولسه مش مشتركين بالقناة اتمنى تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وطبعا لا تنسوا كود المتجر انكم تستخدموه في الايتم شوب. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.